السلام عليكم، كيفكم؟ الله يكون العافية. أنا عبدو مستو مزارع من قرية إسكان، وأخذنا الأراضي نزرع جبس أول موسم لنا، وك يعني 70 يوم أمشي للموسم. وعندنا دول بيقولوا له قرعي، هذا جبس قرعي مول، وبنزرع الحمد لله كويس. وبين الزيتون، بين الزيتون مشان ما نسخي زيادة زيتون، يعني مي ما يشرب زيادة. عندنا تقريبا شهر بياكل مي زيادة وباقي ما ياكل، يعني كل 70 يوم بدنا نشيل وجبة الحمد لله. وعم نجرب أول سنة عندنا، ولا نشوف شلون زي يصير. وموسم كويس، أنا كان بشوف العالم عم يزرع وموسمه كويس الحمد لله. وبعدين المشاتة للجبس اشتريت النوع، النوعية اسمه كاديلاك، وعم نوصي المشاتة الهنجارات، وعم نجيب لنا كل 70 شتلة ب$25 تقريبا. ايه عم نزرع، وبين الزيتون موسم الزيتون كويس. واول سنة عم نزرع على جبس الحمد لله، يعني عم نجرب كمان. وعندنا نحن مزارعين، يعني مو اسمه عي الله، عم نشتغل الحمد لله. موسم كويس وزيتون كويس، نحن مزارعين معروفين نحن بالزيتون، يعني نزرع بين زيتون، استفيد من زيتون مستفيد من اراضي بنزرع جبس، وموسم كويس كمان الحمد لله. السلام عليكم، انا ابو عرب من مزرعه عين مجنون. هون عم نزرع فليفله وعم نزرع جبس، وفي عندي سجار فواكه من الدراب، من ايجاز، من المشمش، من الخوخ، من كل شيء الحمد لله. عندنا سنه الطبيعه ما عم تساعدنا لا بالزراعه ولا بالجبس حتى بالزيتون. كم يوم جانا شوب اثر على الورد كمان، وجانا هالهواء كله مرض اثر. هلا في نوع من الزنق قطري مثل الدبس عم يعلق على السجر إيجاز، هاي كلها تأثير على السجر. وعم رش دواء، أدوية بتقول كأني ما لها فايدة خالص. والفليفلي نفس الشيء، صرنا طبين بالأرض أكثر من شهر لحد الآن مثل ما هو بالأرض، ما استفدنا. عم نحط أسمدة، وركيش صار مرتين وما قصرنا معاها، بس الأمور ما عم تساعدنا، الطبيعة ما بتساعدنا. وفوق منها نحن اكلين هم الاسمده غاليه والادويه غاليه، كل شيء غالي. بتروح على سوق الهال، امس نزلنا الدراغ على سوق الهال والله ب4-5 ليرات. ويعني الشباب بيعرفوا قديش جبت اسمده، وحطينا المتوازن ويوريو، وفي اسمده ثانيه والله ما منها فايده، ما لها اي تاثير، كلها خساره بخساره.